الله ياخذ الحق اللي كيشتت عائلات، الله ياخذ الحق اللي كيشتت المرأة على ولادها، الله ياخذ الحق اللي كيف كيك الخوت، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. راه هاد الناس جهلوني، راه هاد الناس فقدوني السيطره، راه هاد الناس ما عرفتش هو مصيري، ما عرفتش. تلفوني بزاف على بزاف الحوايج، انا غاديه فيهم. تلفوني هاد الناس هادو كيشافني كنهضر هكا، راه ما فياش العنف، ولكن هو كيخدم واحد السياسه. انا وسميرة ربينا خوتنا الصغار، ولاني هاد الجيل هذا ما لا حول ولا قوه الا بالله، هاد الجيل هذا. ولكن البنات ديالي انا مازال كنقول تحت الضغط، لكن ما قلت لكم انا خدمتي عشوائيه وراكم عارفين. يعني شحال وحده كتقول لي يا اختي شوفي فيا، راه حنا بغينا مع 8 الصباح نبداو نحنيو، كان شنو كندير؟ كنفيق تنقضي داك الشغيل ديالي في داك 7 الصباح، شنو عندي نرتب ومع وكندوز واحد شنقول لكم واحد شويه هكا ديال الوقت كنت ملي كنت مع ولادي، وكنخرج وكنمشي نخدم. اصلا كتفرض عليا وقتها ما عنديش كندير، يعني انا منين نجيب للدراري ما ياكلوا؟ وما كانش عندي هاد الصنيعه، وما عنديش ربي عطيني هاد الصنعه هادي منين؟ يلا واش نمشي نسعه؟ نمشي ندير شي حاجه خايبه؟ وقولوا لي عطوني عقلكم. نقدر النهار كامل ما نخدمش، ونقدر نخدم حتى لستة الفوق. يعني كتجيني عروسه كتقول لك تا ستة اختي، اولا كتجيني نفيسه وكتقول لاختي انا ما عنديش كندير بالنهار، اذا حتى الليل اختي راني مشغوله. الله ياخذ حقي ولا ياخذ حق كل مسلم.